السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض إن شاء الله براكتس تيست 4A. نبدأ بالسؤال الأول choose أو الجملة بيقول لي خالد told me that he طبعا الإجابة صحيحة had played basketball the day before. ليه خدتها؟ أولا ما ينفعش أقول plays في المضارع وبره الأقواس ماضي، المفروض طبعا هنا في أقواس بس أنا حذفتها وحطيت مكانها that. ما ينفعش أقول has برضه في المضارع وبعد كده was played في الماضي، بس كمعنى ما ينفعش اقول he was played هو اللي لعب به مبني على المجهول، طبعا ما ينفعش. We are going to interview the five best applicants، يبقى احنا سوف نقابل مقابله شخصيه لاحسن خمس متقدمين للوظيفه. طبعا انتوا عارفين لما واحد بيقدم وظيفه بيعمل ابلكيشن وابوينتمنت ميعاد او موعد employers اللي هم اصحاب العمل، يبقى ما فيش قدامي الا applicants. سميره said that قالت ان ايه they ايه all of Cairo كل القاهره from the top of the tower شافوا كل القاهره من فوق البرج. لاحظتوا في كلمه that said وفي that، يبقى الكلام بره الاقواس سيد ماضي، يبقى انا محتاج هنا على طول الماضي، ما ينفعش كان مضارع وما ينفعش هاف، يبقى انا قدامي دلوقتي يا اما كود يا اما كود، كود بي سين او كود سي. طب لذلك تعالوا نشوف بقى المعنى. في واحده مبنيه للمجهول سميره سيد قالت ان هما كود بي سين، هما اللي يمكن رؤيتهم يعني الناس تشوفهم. All of Cairo كل القاهرة from the top of the tower، يبقى كمعنى ما فيش قدامي إلا could see، هم اللي استطاعوا أو كانوا يستطيعوا يشوفوا كل القاهرة. A lot of tourists الكثير من السياح stay at that hotel قاعدين في الفندق ده because it has a good لأنه ليه good reputation سمعة كويسة، ولا repetition تكرار جاي من كلمة repeat، research البحث، representative ممثل لشركة أو غيره. طبعا إجابتنا صحيحة لأن الفندق ليه good reputation سمعة كويسة. I asked عماد، يبقى أنا سألت عماد إيه he often wrote stories إذا كان هو بيكتب قصص عادة. طبعا المفروض أقول هنا I asked عماد if، بس ما فيش if. أولا that ما بتجيش مع asked، that دي في الجملة مع said أو told، ولا دي معنى الطقس اللي هي ثالث واحدة سي وداز. طبعا ما ينفعش أقول هنا داز لأن ما فيش أقواس، لو في أقواس كنت قلت داز هي كذا كذا، لكن هنا إجابتنا صحيحة وذر. وذر ليه؟ اللي هي بتساوي اف دبليو اتش اي تي اتش اي ار. علا has a lovely voice صوتها جميل and often sings ودايما بتغني in a choice بتغني في اختيار النون من choose ولا clarinet طبعا ده صوت البوق او صفاره الصفاره نفسها كلاين زبون او عميل ولا شوار فرقه موسيقيه، يبقى انا عندي الاجابه الصحيحه شوار. My brother asked me هو سالني if we طيب لاحظتوا هنا في عندي بره الاقواس اسكت في الماضي، يبقى لازم if we لان يجي بعدها ماضي. طبعا هنستبعد شو ما هياش المستقبل ونستبعد جو. طب في وينت وفي شود الاثنين في الماضي، ليه بقى اخذت شود الاجابه الصحيحه شود جو؟ ها علشان وينت هنا اخويا المعنى بقى بيقول لي اخويا سالني انا اذا كنا ذهبنا للمحطه، يعني هو مش واثق هو راح المحطه ولا لا، ده معنى ما ينفعش طبعا. يبقى ماي براذر اسك مي اف وي شود جو اذا كان ممكن ان احنا لسه نروح للمحطه. ماي انكل سبيكس سبانيش بيتكلم اسباني بيكوز هي وانس لانه في يوم من الايام وركد كان بيعمل الايجيبشن امباسادور كسفير لمصر تو ارجنتينا عند الارجنتين. بيرسونال طبعا ده قسم العمال او قسم الموظفين. بريزيدنت رئيس دوله مش هيروح يشتغل في الارجنتين. رولر اللي هو الحاكم، يبقى هنا طبعا اجابتي صحيحه امباسادور. نوال اسكت مي وير سالتني اين dinner العشاء the night before الليلة السابقة ليلة امبارح. طبعا لاحظتوا ان هنا في asking يبقى الكلام ده غير مباشر عشان هنا ما فيش اقواس، وفي where اداة استفهام لازم بعدها يجي subject to verb فاعل وفعل.
الفاعل هنا يعني شخص، سواء بقى فاعل عادي احمد، منى، سميه، او بروناون او ضمير بيحل محله. لاحظتوا هنا في اولنا كلمه I had had، طبعا في I اهي، يبقى where I، اين انا؟ had had dinner، تناولت العشاء ليله ايه؟ امس. ليه ما قلناش have؟ لان لو قلت وير وبعدها have كفعل مساعد في الاخر المفروض في اداه استفهام، فطبعا مش موجوده ولا had ولا have. لاحظتوا الثلاثه اللي هي بي وسي ودي كلهم افعال، يبقى الوحيده هي I had had. My grandfather left his house، ترك بيته، جده ترك بيته، to my parents، لبابا وماما، in his، في الوصية بتاعته. أولا will هنا بمعنى، ليها معنيين، أول واحدة بمعنى بئر، والمعنى الثاني بمعنى good، يعني I am very well thank you. ثانية will حائط، بعد كده will الوصية أو سوف، will الوصوف، يبقى طبعا ما فيش قدامي إلا will. see the teacher suggested that، المدرس اقترح that we، إن إحنا نفعل the exercise again، التمرين مرة ثانية. يبقى the teacher suggested that we do، okay we do، يبقى suggested هنا لازم تيجي بعدها ال infinitive، that we do، إن إحنا نفعل. ما ينفعش أقول we are doing وفي الاستمرار، ولا doing that، that doing، ولا did. رقم 12 the factory closed، المصنع قفل، and all the workers were made، وكل العمال بتوع المصنع بعد ما هو قفل اصبحوا ايه؟ redundant يعني unemployed، لا يعملون، ولا employable يعملون عندهم قدره انهم يعملوا، employed طبعا ده الفعل في الماضي، ولا job holder بيحمل وظيفه، طبعا الاجابه صحيحه redundant، اصبحوا بدون عمل. سيد recommended، سيد وصى او نصح بايه؟ the ice cream، trying او eating the ice cream، recommended بالافعال اللي يجي بعدها الفعل ing، سيد recommended trying. ايمن can't apply for the job، ما يقدرش ان هو يقدم الوظيفه in the bank، في البنك، ليه؟ because he is not، عايز اقول ما عندوش مؤهلات to do it، ان يفعل كده. he is not، الصفه هنا طبعا qualification، المؤهلات نفسها، ها qualified، he is not qualified، ليس مؤهلا بالadjective أو صفة، quality في صفة أو ميزة، في اسم، quality ذا الجمع بتاعها، طبعا he is not qualified. Mr. Zaki ordered us، أمرنا to start، لازم order تيجي بعدها to، he ordered me to go with him مثلا. Mr. Zaki ordered us، أمرنا to start، في إن إحنا نبدأ running round the park. ما ينفعش طبعا order the start ولا starting ولا started. If you have a degree، لو عندك شهادة from a good university، من جامعة كويسة، you will be very employable، يعني هيبقى عندك قدرات أكتر إن أنت تحصل على وظيفة أحسن. يبقى طبعا دي الصفة very employable، بينما employ كفعل بمعنى يوظف، employment العمل نفسه أو الوظيفة، employee ده الموظف نفسه. هنا you will be very employable، هيبقى عندك قدرة أكبر إن أنت تحصل على وظيفة. The teacher told us that Russia، يبقى المدرس قال لنا إن Russia is، الإجابة الصحيحة is the biggest country in the world. واحد فيه بيقول لي مثلا طب ما في told في الماضي وفي that، يعني المفروض هنا في الماضي. بس ما تنسوش إن دي fact، حقيقة. فالحقائق كلها بتفضل في نفس الزمن في المضارع، حتى لو بره الكلام في ماضي. يبقى the teacher told us that Russia is the biggest country in the world، ان هي فعلا اكبر بلد في العالم. ETC is an abbreviation، كلمة ETC دي اختصار abbreviation for etc، لكلمة etc اللي هي الخ الخ الخ، ها shorten طبعا بمعنى شيء قصير، small، ولا reduce يقلل. ليلى says، بتقول that she is ready، ان هي جاهزه now to go to the shop. لاحظوا الكلام هنا says في المضارع، يبقى ان هنا محتاج مضارع. اوكي، يبقى في الحاله دي was ما تنفعش ولا had تنفع، يبقى انا عندي is او is، مفيش حاجه اسمها is being،
إلا إذا كانت مبنية المجهول. ندخل على نمبر 20. فاطمة is very okay, very on conscience يعني عندها ضمير أو واعية. She owns does her homework carefully, بتعمل واجبها كويس جدا and on time, وفي الوقت كمان. And conscious يعني فاقدة للوعي. Conservative محافظة, مش حافظة على الحاجات أو محافظة على التقاليد. Convince بمعنى يقنع, طبعا دي في الماضي. We inquired, سألنا about the price, عن السعر of a room, بتاع الأوضة at the hotel, في الفندق. Admitted بمعنى يعترف. Threatened يهدد, وpromised وعد. يبقى هنا كمعنى ما تنفعش إلا يسأل, ask it يعني. There was a last night, ليلة امبارح, and many buildings, والكثير من المباني were damaged, دمرت by the wind, بواسطة الرياح. There was a pool region, مش بالفرنساوي اللي هي من أجل, لا هنا pool بمعنى خطوط الأمطار. Thunder اللي هو الايه؟ الرعد, يعني البرق اللي هو lightning. Gale يعني رياح شديدة. ولا blow يهب كفعل, طبعا إجابتنا صحيحة gale. My father advised me to go. نصحني أن أذهب to bed early because I had a test the next day. At what time does the sun is this evening? هذا المساء. خذوا بالكم من كلمة sun. في حاجتين بس ينفعوا, ما فيش حاجة اسمها sun up ولا sun down. في حاجة اسمها sun rise شروق الشمس, و sun set غروب الشمس. طب هو هنا بيقول evening في المساء, طالما في المساء يبقى sunset غروب الشمس. بينما لو شلنا evening وحطينا morning كنا قلنا the sunrise this morning. The manager المدير threatened هدد to make us stay, انه خلينا نقيم in late if we didn't work harder, انه يخلينا نفضل قاعدين في الشغل نشتغل اكثر اذا ما اشتغلناش احسن من كده. Recommended يعني advice, يوفي أو ينصح. suggest اقترحها. سد قال طبعا هو هدد. Should I have fish or meat at the restaurant, يا ترى آكل سمك ولا آكل لحمة في المطعم. I really can't make up my mind. Make up my mind يعني decide يعني يقرر. Make up for يعوض عن. Make my mind بس ما تنفعش ولا make off. Mother said that we could watch television. يبقى ماما قالت ان احنا ممكن نشاهد التلفاز after finishing, بعد الانتهاء من our homework. طبعا نحسه هنا بعد after مفيش فاعل, مفيش I, مفيش he, مفيش she, يبقى محتاج بعدها فعل ing. مفيش حاجة اسمها after finish ولا after have ولا after had. اوكي يعني دي بعد after بس من غير اسم او غير ضمير. After finishing بعد الانتهاء من. My grandmother has spent a lot of time reading, قضت وقت كبير جدا في النهاية تقرا. After since her retirement, منذ ان هي طلعت على المعاش. After her death, بعد ما ماتت وبعد وفاتها قعدت تقرا. Since her rewarding, بعد المكافأة بتاعتها. Since her birth, بعد المولد او بلادها. هيثم said that قال ان it a hot that day. لاحظت طبعا كلمة said في الماضي يبقى ما ينفعش well في المضارع ولا is ولا is, يبقى it would be hot that day في هذا اليوم. منير couldn't find work, ما قدرش يبحث او يجد عمل as a car mechanic, كميكانيكي. So he is going to retrain. تعرفين train بس بمعنى يتدرب على training. Retrain يعني يعيد تدريب نفسه as an electrician, ككهربائي مش لاقي شغل ميكانيكي فيعمل retrain يعيد تدريبه. ندخل على القطعة وبيقول لي read the following passage then answer the questions. Hi Dalia, أهلا يا داليا. You asked me to tell you about the interview, أنت قلتي لي إن أنا أحكي لك عن المقابلة اللي حصل في الشغل بتاعي that I had on Tuesday, اللي حصلت يوم الثلاثاء اللي فات. It didn't start very well. بصراحة المقابلة ما كانتش بدأت بداية كويسة. My appointment
موعدي الميعاد بتاعي was at 8 o'clock كان الساعة 8. So I had to get up very early. صحيت بدري جدا. Then there was a downpour. حصل هطول المطر. مطرت. As I was walking to the office. وانا ماشي او ماشية رايحة المكتب. So I was very wet. لذلك جسمي والملابس بتاعتي كلها اصبحت مبلولة. When I arrived, لما وصلت هنا, however, مع ذلك, there were two other people, كان في اثنين من الناس, who were there for interviews too. رايحين يعملوا مقابلة كمان. And they also got wet. وكمان كان لبسهم كله مبلل. When it was my turn, لما جيت دور عليا, the manager was very friendly. كان ودود جدا. He looked at my CV, بص على ال CV بتاعتي, and said that I had excellent qualifications, إن أنا عندي مؤهلات كويسة جدا. Then he asked me to describe myself. قال لي أنا أوصف نفسي. I said that I was sociable, قلت له إن أنا اجتماعية, and conscience, وعندي وعي وعندي ضمير. He asked me if I spoke any languages, لو أنا بتكلم, سألني لو أنا بتكلم لغات. I told him that I spoke English fluently. بتكلم إنجليزي بطلاقة. Then he asked me if I had done any volunteering. لو هل أنا عملت أي عمل تطوعي؟ I told him that I often helped at a local charity. أنا دائما بساعد في جمعية خيرية for poor, الفقراء, and disadvantaged children, والأطفال اللي هم عندهم معاملة خاصة. He also asked me about my free time activities. قال لي كمان سألني في الأنشطة أنا بعملها في وقت فراغي. I told him that I enjoy weightlifting. قلت له أنا بستمتع بحمل أو رفع الأثقال. He said that he found that surprising. لقى الموضوع ده مدهش جدا جدا. But impressive. لكنه رائع. He asked me, سألني why I wanted to work for the company or his company. ليه عايز أشتغل في الوظيفة أو في الشركة عنده. I explained, قلت له بقى that it had it, طبعا عايز على الشركة أكيد, had a very good reputation, سمعتها كويسة, and that I had always wanted to work as a tour guide. وأنا نفسي يوم من الأيام أنا كنت أشتغل مرشد سياحي أو مرشدة سياحية in a big organization, في شركة كبيرة. At the end of the interview, في نهاية المقابلة, he said that I was an excellent candidate, إن أنا عبارة عن يعني شخص رائع جدا جدا جدا, and I was qualified to do the job, وان انا مؤهلة جدا ان انا اعمل الوظيفة دي. He explained, شرح لي, that he would make up his mind, انه هيقرر about who would get the job, مين اللي هيحصل على الوظيفة in the next few days, يعني هيرد عليا في خلال الايام القادمة. I really hope that I get it, اتمنى ان احصل عليها. Write soon, اكتبي لي قريب, best wishes على. Which of these questions, أي أسئلة دي, did the manager ask, اللي المانجر سألها. Do you do volunteering, هل أنت do volunteering, ولا can you do volunteering, ولا have you done any volunteering, ولا why don't you do volunteering. أكيد طبعا الشيء المقبول اللي هو have you done any volunteering, ورورة تام حصل ومجال لسه بيحصل. Which information, أي المعلومات هنا, did the manager find surprising, اللي المدير لقاها مدهشة وغريبة. هولا هيلث تشارتي, كانت بتساعد في منظمة خيرية أو جمعية خيرية, لا طبعا. هولا was sweet, كانت مبلولة, لا. هولا is fluent in English, لا. هولا likes weightlifting, لما قالت له هي بتحب, فلا ده شيء مدهش. Why did the manager want to know if she had done any volunteering, طبعا ده سؤال يعرف مني فكر المدير بيفكر في ايه. Because he can't pay her, ما يقدرش يدفع لها فلوس, لذلك عايز يعرف هل هي تشتغل ببلاش ولا لا. To find out, عشان يعرف, if she's a kind person, لو هي شخص طيب وعطوف ولا لا. بيقول طبعا دي الإجابة الصحيحة. ولا because he works for a charity, لأنه هو بيشتغل عند جمعية خيرية. ولا because he needs someone to work with children, طبعا لا طبعا. What is the main idea, ايه الفكرة الرئيسية للإيميل هنا؟ علا knows she has got the job, عرفت وتأكدت ان هي حصلت على وظيفة. ولا علا doesn't know, ما كانتش عارفة, if she has got the job yet, طبعا هي ما كانتش متأكدة. What does the underlined word it refers to, كانت عايدة على ايه كلمة it هنا اللي كانت تعتقد في القطعة, عايدة على company, على الشركة. من بعد كده بقولي ان هي ليها good reputation.
What do you think that disadvantaged means? تعتقد كلمة disadvantaged children لما قلنا الأطفال اللي عندهم إعاقات دي كانت معناها إيه؟ إن هم rich الأطفال الأغنياء having problems اللي عندهم مشاكل strong الأقوياء ولا voluntary شيء تصوري طبعا having problems. ولموس أولاس interview إمتى كانت المقابلة بتاعت أولا؟ أعتقد كانت Tuesday أيضا on the Tuesday أو ممكن أقول last Tuesday الثلاثة اللي فات. You think that أولا will get the shot؟ ممكن تقول لي yes وكتب النوع بس دي بسبب هنا طبعا هنقول إيه؟ هقول مثلا I think so أعتقد كده ليه؟ Because she said she had an excellent she is an excellent candidate and was qualified to the job اللي قال كده طبعا اللي هو المانشا. Why do you think that the manager wanted to know if Ola spoke any language? تعتقد ليه بيسألها إذا كانت تتكلم لغات؟ طبعاً because she applied to work as a tour guide. واحدة مقدمة عشان تشتغل كمرشدة سياحية. فطبيعي لازم يسألها تعرف لغات ولا لا. So she must speak English well. طيب ندخل على السؤال اللي بعد كده. How many people were there for interviews after then ولا بعد ولا كان في كم واحد هيعمل مقابلة؟ طبعا two other people. Okay. ندخل على القصة. How did Sapp know ازاي عرف Sapp the king was at the castle of Zenda ان الملك اكيد في قلعة زندا. Because the king wrote to him ان الملك كتب له رسالة؟ لا طبعا. The drawbridge الجسر المعلق او الكوبري المعلق to the castle was all up كان دايما مرفوع. The six men told him الست رجال دايما كانوا هم اللي قالوا ولا he saw him there he saw him there. Why did Antoine de Mauban write the letter to Rassendu? ليه Antoine de Mauban كتبت الرسالة لرسندو؟ She wanted to help Rassendu only كانت عايزة تساعد Rassendu. She didn't want to help the king كانت عايزة تساعد الملك. She wanted Rassendu to kill Michael عايزة Rassendu يقتل مايكل ولا Michael asked her to write it هو اللي طلب منها مايكل تكتب رسالة يعمل فخ لرسندو. لكن طبعا فيما بعد هنعرف ان هي غيرت رأيها حاولت تساعده وقالت له على موضوع السلم. Antoinette de Mauban tells Rassendu قالت له ايه على مايكلز بلان to become king خطة مايكل عشان يبقى الملك. Why she liked Michael ايه سبب ان هي بتحب مايكل. Why she liked the summer house ليه بتحب بيت الصيفي ولا how to escape from Rosania كيف يهرب من روتينيا طبعا بيطلع عن خطة مايكل to become king. Rassendu wants Princess Flavia to be the new ruler of Rosania يعني Rassendu عايز Princess Flavia ان هي تبقى الحاكم الجديد لروتينيا if anything happens to the king لو هو حصل له حاجة او الملك حصل له حاجة. ليه؟ because he thought that she would be a good ruler فرأيه ان هي تبقى حاكمة كويسة ولا he wanted to marry her كان نفسه يتجوزها ولا he thought that اعتقد ان she's better than the king احسن من الملك ولا this would stop Michael from becoming king ده هيمنع مايكل من هو يبقى الملك. In what way بأي طريقة does Rassendu realize أدرك وعرف that he can't have a quiet life anymore انه حياته مش هتبقى حياة هادية عارف ازاي. He realizes that he now has many responsibilities عنده مسؤوليات كثيرة for the people of Rotania قبل كده كان ليدي دلوقتي بقى راجل مسؤول عن دولة. Why do you think ليه تعتقد that Rassendu wants to tell Princess Flavia that he is not the real king كان لما كان في الحفلة كان ليه عايز يقول لها ان هو مش الملك الأصلي. Rassendu knows that Princess Flavia's future husband is the real king هو كان عارف طبعا ان هي المفروض هتتجوز الملك الاصلي. He thinks that she should know كان يجب هو بيعتقد ان هي كان يجب تعرف what has happened to him ايه اللي حصل له. Do you think Rassendu was fair and just هل تعتقد ان Rassendu شخص عادل وشخص امين؟ Why وايه السبب؟ طبعا هقول I think that Rassendu was fair and just
نجيب سبب because he didn't want to take Princess Flavia. ما كانش عايز يخدعها، كان عايز يقولها الحقيقة and ask her to marry him، ويطلب منها تتجوزه. طبعا ده يعتبر خيانة في رأيه، المكتبية بتاعت الملك الأصلي. عايز interviewing أحمد about a job in an annual hospital. في البداية أحمد بيسأل سؤال، علي بيسأل سؤال فأحمد بيقول له yes I have worked with a vet for 6 months. يبقى طبعا لازم سؤال بفعل مساعد، فنقول له ايه، ها do you have any work experience، هل عندك اي خبرة في العمل؟ طبعا نقول له yes I have worked with a vet for 6 months. Where are you from أحمد؟ يبقى المفروض أكيد هجيب مكان. فالتاني قال له I am from Cairo too، وأنا كمان من القاهرة أيضا. يبقى معنى كده لازم يقول له I am from Cairo، يبقى طبعا هيقول له I am from Cairo، عشان التاني يقول له I am from Cairo too. طب إيه السؤال اللي هنا اللي إجابته I love studying spiders I collect them، بحب أجمع خل. يبقى أكيد هيسأله إيه هوايتك المفضلة، يبقى What are your interests and hobbies، What are your interests، ما هي اهتماماتك. السؤال هنا اللي جاءته I have one here if you would like to see it، فطبعا هيقول له ايه really بجد انت بتحب كده really، فالتاني يقول له I have one here if you would like to see it، وراح ايه قال له now you can touch it، ممكن تلمسه لو انت عايز، you can touch it it's not poisonous، ما هوش سام. Thank you but I don't want to touch it، شكرا مش عايز المسه ولا حاجه. طبعا البرجراف احنا دايما بنكتبه، انتوا بتكتبوه. نشوف translation unemployment، طبعا هي البطالة. إذا serious problem، مشكلة خطيرة جدا وجادة لدى public، الناس العامة and private organizations، المؤسسات العامة والخاصة must solve، يجب ان يتحلها تضع لها نهاية. يبقى طبعا هقول ايه البطالة او ان البطالة مشكلة خطيرة جدا والتي يجب أن تجد المؤسسات العامة والخاصة حلولا لها. طيب ندخل على personal skills. personal يعني حاجة خاصة، مشكلة مهارات. are qualities هي عبارة عن صفات that are needed، يتم الاحتياج ليها if you want to succeed، إذا أنت كنت عايز تنجح in your career في عملك وفي حياتك. يبقى هنا هنقول ببساطة باللغة العربية إن المهارات الشخصية هي مميزات أو صفات يحتاج إليها الفرد إذا كان يريد أو إذا كنت تريد النجاح في عملك. سألتني صديقتي ليلى عما فعلت ليلة أمس ورددت أني قد نمت مبكرا. نشوف مع بعض كده نمتين. سألتني صديقتي ليلى عما فعلت ليلة أمس ورددت أني قد نمت مبكرا. يبقى my friend asked me، my friend ليلى asked me what I did last night and I replied that I went to bed early. I went to bed early. يجب على الشباب أن يقبل العمل في الأماكن النائية، الأماكن البعيدة، حتى لا يظلوا بلا عمل. نشوف نظام كده يقف لما الشباب must أو should accept، يجب أن يقبل work العمل in distant okay distant places، أماكن بعيدة، so that أو in order that they do not stay jobless، لكي لا يبقوا jobless يعني بدون وظيفة. وكده نكون خلصنا test for A، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض بtest for B في المقالة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، باي باي.